إننا أمام حجم المأساة غير المسبوقة التي يعانيها إخواننا الفلسطينيون اليوم، نشهر في حزب الاستقلال اللاءات الحازمة التي تعبر عن المواقف الراسخة لحزبنا بشأن القضية الفلسطينية. لا لسفك الدم الفلسطيني واستهداف المدنيين العزل وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم. لا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم لما يشكل ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. لا للتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير والاستيطان، وليكن تفكيك المستوطنات مقدمة لحل عادل للدولة الفلسطينية المنشودة. لا للحصار والدمار والتجويع، ونعم لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عواقب.